بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله تعالى سوف نراجع النصوص الأدبية قصيدة نصائح طبيب والغراب والثعلب، الاختبار النهائي للصف الخامس الفصل الدراسي الثاني. بسم الله نبدأ. معنا هنا مجموعة من الأبيات، وتحت الأبيات مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: وردت في الأبيات السابقة لفظة تدل على معنى تجاوز الحد، وهذه اللفظة هي يفرط، عندما قال ووزنك ليس يفرط في ازدياد، فمعنى يفرط يجاوز الحد. السؤال الثاني: فراقب صحة البدن المعافى. كلمة البدن هنا كما تلاحظون في البيت الثاني هي مفرد، ما هو الجمع؟ الجمع هو أبدان، إذن جمع بدن أبدان. السؤال الثاني: يرى الشاعر في البيت الأول من الأبيات السابقة أن للجسم أثرًا على العقل، وضح ذلك. يتضح ذلك من خلال ارتباط بعضهما البعض في السلامة، يعني يرتبط الجسم بالعقل من ناحية السلامة، فسلامة العقل مرتبطة بماذا؟ كما يراها الشاعر بسلامة الجسم، يعني إذا كان العقل سليما بالتالي سوف يكون الجسم سليما. إذا هذا هو الارتباط، سلامة العقل هي من سلامة الجسم. السؤال الثالث: يحرص الشاعر في البيت الثاني على توظيف ألفاظ مترادفة. ألفاظ مترادفة يعني لها نفس المعنى، دلل على ذلك بلفظتين. ها هو البيت الثاني: فراقب صحة البدن المعافى ولا تتركه معتلا سقيما. الآن من هذا البيت نريد أن نستخرج لفظتين لهما نفس المعنى. اللفظة الأولى هي لفظة صحة، المرادف في المعنى لها المعافى، إذن فصحة والمعافى لهما نفس المعنى. وكذلك الحال في الشطر الثاني، كلمة معتلا وسقيما لهما نفس المعنى، فإذا هنا الترادف بين معتلا وسقيما لهما نفس المعنى، وصحة ومعافى لهما نفس المعنى. السؤال الرابع: تعد أخي إنجازا عظيما. ما الدلالة التي توحي بها لفظة أخي؟ لاحظوا هنا كلمة أخي، عندما قال أخي على ماذا يدل استخدام هذه اللفظة؟ كلمة أخي دلالة على حب الشاعر لمن ينصحهم، فهو ينصح الناس بشكل عام، ولكن خاطبهم بكلمة أخي، فهو ينصحهم ويريد الخير لهم وشدة قربهم من نفسه. إذن استخدام لفظة أخي تدل على حب الشاعر للناس الذين يخاطبهم. السؤال الخامس: زيارة الطبيب عند ملاحظة أي عرض، يعني عند ملاحظة أي عرض أو أي مرض، ضرورة صحية للسيطرة على المرض. استخرج البيت الدال على هذه الفكرة من الأبيات السابقة. البيت الذي يدل على هذه الفكرة وهي ضرورة زيارة الطبيب عند الشعور بأي مرض هي: وزر مع كل عارضة طبيبا لديه ستأخذ النصح الحكيم. إذا هنا تدل على ضرورة زيارة الطبيب عند الشعور بالمرض. السؤال السادس: ووزنك ليس يفرط في ازدياد، ما النصيحة التي أراد الشاعر إيصالها من خلال العبارة السابقة؟ إذن ما النصيحة التي أراد الشاعر إيصالها من خلال العبارة السابقة وهي ووزنك ليس يفرط في ازدياد؟
أراد أن يوصل فكرة، وهي الاعتدال في الوزن وعدم الإفراط في الأكل، يعني ليس يفرط، لا يزيد عن حده، لا يزيد الوزن عن حده. فحتى يتحصل ذلك يجب علينا أن نعتدل في ماذا؟ نعتدل في الأكل ولا نزيد في الأكل. الآن نص الغراب والثعلب، نص الغراب والثعلب. معنا هنا السؤال الأول: أكمل بوضع الإجابة الصحيحة مكان النقط فيما يأتي. ألف: الكلمة التي وردت في الأبيات السابقة بمعنى فتح هي أفرج. لاحظوا هنا في البيت الرابع: فأفرج منقاره. إذن هنا أفرج، الفعل أفرج. فأفرج منقاره، أي الغراب أفرج منقاره، يعني فتح منقاره. ب: من ألذ اللقم. من ألذ اللقم، مفرد لفظة اللقم ما هو؟ لاحظوا هنا: فكانت له من ألذ اللقم. ما هو مفرد اللقم؟ المفرد هو لقمة. السؤال الثاني: توجد مجموعة من الألفاظ الدالة على الجمال في الأبيات السابقة، استخرج من البيتين الأول والثاني لفظتين منهما. لاحظوا هنا البيت الأول والبيت الثاني، نريد أن نستخرج ألفاظا تدل على الجمال. معنا هنا اللفظة الأولى كلمة باهر، شيء جميل، وكلمة بديع أيضا تدل على الجمال، كلمة زاهي، وكلمة الجمال، وأيضا كلمة جميل، هذه كلها ألفاظ تدل على الجمال. وهنا: ما الصفة التي أطلقها الشاعر على الثعلب في البيت الخامس؟ هذا هو البيت الخامس: تلقفها ضدها. ذو يعني بمعنى صاحب، فوصف الثعلب بماذا؟ بصاحب الدهاء، يعني صاحب الذكاء. إذن هنا هذه هي الصفة. السؤال الرابع: كيف عبر الشاعر عن خجل الغراب في الشطر الأول من البيت السادس؟ نريد أن نعرف ما معنى الشطر الأول وما معنى الشطر الثاني. الشطر الأول، البيت يتكون من شطرين. الشطر الأول هو القسم الأول، لاحظوا هنا نسمي هذا الشطر الأول، وهذا يسمى الشطر الثاني. فكاد الغراب يذوب حياء. ما الذي يدل على خجل الغراب؟ عبر عن خجل الغراب بأن جعله شيئا ماديا، يعني شيئا محسوسا، يذوب، أو بأنه من خجله ذاب، يعني على سبيل المثال كأنه شبه الغراب بقطعة الجليد وقطعة الثلج التي تذوب بسبب الخجل والحياء. السؤال الخامس: الثعلب يشك في حسن صوت الغراب. هات البيت الدال على هذه الفكرة من الأبيات السابقة عندما قال: فلو أن صوتك ناسب ريشك حسنا لكان لك الحسن تم. أي هنا أن الثعلب يشك في جمال وفي حسن صوت الغراب. سؤال السادس: صف شخصيتي الغراب والثعلب الواردتين في الأبيات السابقة. الغراب ما هي صفته؟ صفته السذاجة، يعني أنه غبي، أو حب الغراب للتملق، الغراب يحب التملق والتقرب. أما صفة الثعلب، ما هي صفة الثعلب؟ الدهاء، يعني الذكاء، أو شدة الذكاء. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.